صدقني ترى بعطيك مجال يا حمار، يعني سكنك حمار مو بنت، كأنك سبيت شوي. قبل ما يبدأ مقطع اليوم إعلان طبيب الكمبيوتر، مو بأول مرة ولا آخر مرة بإذن الله أن يعلن لهم. طبيب الكمبيوتر من أقوى الشركات المحلية اللي يبيعون بي سيات جيمنج، أسعارهم تنافس المواقع الأجنبية، وفوق كذا تضمن أن المنتج أو البي سي راح يوصلك بأقرب وقت، عندهم الشحن مجاني كل مناطق المملكة، وفوق كذا ضمان سنتين استبدال، مو بس صيانة ودعم فني. طبعا الشركة رسمية ولهم مقر وتقييمهم عالي جدا في جوجل. صراحة أعرف ناس كثيرين شروا منهم، فأنصحكم أنكم تشترون. اللي يعرفهم شروا ما واجهوا ولا مشكلة الحمد لله، فعشان كذا أنصحكم أنكم تشترون منهم بإذن الله ما تواجهكم ولا مشكلة. طبعا تقدر تشتري منهم تجميعات جاهزة، هم جمعين لك جهاز أنت تغير قطع حسب ميزانيتك، او تبغى تشتري كم قطعة لحالها، مثلا كرت شاشة لحاله، مذر بورد لحاله، وزي كذا. طبعا طبيب الكمبيوتر وكلاء رسميين اشهر براندات مثل ريزر، كورسير، واسوس، وام اس اي. اذا تبغى تشتري من طبيب الكمبيوتر رقمهم تحت في الديسكربشن وموقعهم تحت في الديسكربشن. طب وتخير صراحه الاسعار منافسه منافسه منافسه، ادخل وشوف بنفسك. ان شاء الله انكم تصيرون من اكبر اليوتيوبرز والستريمرز بعد ما تشترون كمبيوتر. وبس خليك مع المقطع. السلام عليكم، اليوم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع سباق مع ريان. يا هلا وسهلا. شوف هو مو بسباق دثرن، بس في تحدي اليوم. في تحدي ها؟ الحقيقة فيها فلوس. يقول واقع. تحدي اليوم الزبدة ريان، يعني تعديت مراحل، يعني خلصت مراحل أكثر مني، راح يجيك 30,000 بوكس. مو بس انت تتحدى ها، انا اتحداك اليوم 30,000 بوكس. ها ايه 40 مرحله، صح 40 دثرن عادي. بس انه راح نبدا اول شيء بالسالفه ايش يسمونه هذا، سكور كارد، وراح نشوف مين اللي يبدا اول، وبعدها خلاص ما يحتاج سكور كارد، اللي يخلص اول هو اللي يبدا اول. فعلى هذا الحال فجاهز؟ جاهز اكيد. جاهز ان شاء الله. ما عليك 21 مرحله اضمنها، اخذ كل البي بوكس اللي عندك. ها وحشني الله ياخذ ديسك. شفت حاسبها انا. طيب شوف هذه ما تعتبر مرحله، فخلنا نخلصها كذا فجاه فيها ريال. اصبر والله ذي تخوف. يلا الحين تعال سكور كارد. بسم الله بسم الله الله بسم الله. اوكي 2 3. انت ايش فيك درامت؟ الله يشوف. طبعا ايه يصمر بين ليش لابسين اخضر واحمر. ايه صح، الماب ما ماريو اللي هو ريان. طبعا ما في اي ماريو بالموضوع، بس لون احمر. وانا لويجي الاخضر. فما لقينا، ما في ماريو، ما في سكن ماريو، ما في ذا. اصبر كانك تبدا. لا بس تفرج، ما في احترام للمعلمه. الحين اللي يبدا انت لانك انت اول واحد، صح؟ يب. اوكي 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 يا اخي، في دروبات خفيفه ما ادري شلون، ولا ما ولا عندي بس. لا عندك بس الحين ولا نقطه لك. ها طيب الحين من يبدا اول؟ شوف بعطيك مجال، بعطيك مجال الحين. تعطيني مجال؟ ايه صدقني ترى بعطيك مجال يا حمار، يعني سكنك حمار مو بنت، كانك سبيت شوي. طيب طب ليش اعطيك مجال واخر شيء اطيح انا؟ طحت غلط. مالايش ترى خلصت قبلك، انا ابدي قبلك. يلا ها قايل لك اعطيك مجال، مشكلتك والله مشكلتك. ايه والله لا روح يفتح شكلك سهله ذي. على نفسي لا سهله ذي. ها يا الله فشلتنا والله فشلتنا. 2-2 الحين القوم. ايه اجل تقول لي خلصت 2 اجل. ها ايه شوف اعطيتني فرصه، بعطيك فرصه الحين يا حمار. لا 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 سكنك حمار انت، ما لي دخل انا. انا يا صبار. يلا اصبر. لا ما في، انت قول بعطيك اصبر. كيف الحال شباب؟ اوكي لحقتك شكل الموضوع. اوكي اوكي تريك في الموضوع هنا. طارت فلوسنا، طارت فلوسنا يا اخي، قاعد الحق فلوس الطريق. المفروض انقز بالنص. لا شلون؟ يلا سويته؟ لا استهبال استهبال. اوه اوكي اوكي نط في البداية. انط في البداية. ايه فهمتك فهمتك. 3-2 يا ريان يا سكن الحمار. الحين محترمين. طيب حاول انك ما تلمس سبيد الا وانت نازل، نط لافة كذا شوي. ايوه الله شفت شلون؟ شفت شلون؟ 9 اصبر مو هذه 9 هذه 9 صفر. انت عندك كم؟ تو صفر. اما انا عندي 9 جاي قدامي. اما عاد والله اوكي روح روح الحين 7 ايه انا 0-1 اوكي. والله حسابه سكن انا ما يدخل سكن. والله انا قايل لك غير السكن تقول لا فهم السكن. ابغاك وضعيه ال ابغى اسبك 10 القم. طيب انا قلنا اللي خلص بدايه والله وش لي؟ اوكي بعيده صح؟
وات الله الكم يا حيوان والله العظيم اني كنت اروح زيك اوكي يلا او نوبي ريان ايش فيه الحمد لله اوكي سكن حمار بس ما تطيح الطيحات والله شوف وكل سكن يمثل صاحبه صراحه يسب نفسه بنفسه انا ما يدخل عشان كذا ما احط سكن طيب عبر اللي وراك طيب يلا شايفت 10 قايل لك انا عارف انا عارف طيب الحين ثلاثة صح؟ خلنا نحسب الأعداد حقتك ثلاثة أنت أوه يمين هنا أنا بروح هنا قال لي الحين يعني باغت الخصم أربعة أوه يا حبيب يلا مين يروح؟ أصبر يلا ها فليتها شفت؟ القم أوكي والله حسيني بطيح لا تكبر تكبر لا قبلك خمسة خمس مراحل كم انت طيب بنروح حاسبين للواحد فقط مو باثنين ايه احسب لك انت حالك خلاص طيب يا اخي مفروض انه يحط الاعداد حقته هذه اي والله مفروض طيب اسمح لي اروح اوكي تفضل غصب عنك غصب طيب اوكي ايزي ريان ايزي مستوى ها مستوى الله مستوى وضعك مزري انت شو وضعك كل شيء طايح شوف انا توني صاحي ما حميت وكذا حلو صراحه يعني طيب مين يروح انا اكيد تكسر شكلك قايل لك عارف انا عارف أنا. خمسه انا ها اوكي تفضل خمسه والله بعيده الثانيه الله ياخذها يا ساتر مره بعيده يا ربي طيح يا ربي طيح وانا اللي شكله جابها وانا اللي اطيح سته القم ايش فيه كويس انك ما اخذت الارقام لان جاني واحد تسعة صفر تسعة ثمانية ايش في رح شوف انت ما اعطيتني مجال بعضها فما هي معطيك مجال بعضها ايزي كم الحين بس ان الحين انت ستة ستة ولا سبعة والله ما ادري ستة بختصر بختصر انا ستة 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 ايش في صارت اوكي مخ هذا ياي حبي اوكي حالفين ياخذ الفي بوكس اليوم حالفين ستة انت ها والله ما ادري كم خلصنا المرحله الحين ما ادري اوكي يعلم يا اخي مفروض يا الله لا 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 اصبر 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 ما تسبقني ما تسبقني وترتك والله وترتني ودرتك اصبر شلون خلصت هذه يا حبيب يا اخي ما ينط تبع انت ها انا اوريك لا اصبر ما وصلت اصبر اصبر خايف طيب تعال تعال يا ربي طه يا ربي طه يا ربي طه والله معرق ريان ايش فيه هند اللعبي اقول عط مجال فليته كل شوي يطلع لك ذا الاول اقسم بالله هذه اصعب شيء اصعب شيء لك ها القم بغيت ازبد بس قلت يلا اضرب اوه لويجي بارت اتوقع 20 20 الحين 8 12 ام عاد تعال تعال لويجي بارت تعال تعال البارت حقي تعال اوريك بما ان البارت حقي يلا يلا بعطيك مجال ها لا والله لا تعطي يقطع بلي الساطع يا اخي يب مره حلو اوكي ايزي ريان حلو لا ايزي شعر اصفار معي انا اضحك الحين اسفين اوكي ابو تسعه قطع شكلك اخر شيء اخيرا ايوه اسطوره ما له وجه والله ايه صفر والله شوف بين ارضك وجمهورك اجلدك كم الحين انت؟ 10 10 قل لي اضغط الساعات طيب شيء والله مشيت بالنيه صراحه خيرا يلا والله لمشي خير وي كل شوي يطلع لك اكثر ايش الحاله؟ ها شوف 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 والله لا امزح اضحك شكرا طلع لي صفر يا رجال اما طلع لك 10 عندي قطع ام الكذب نصاب اقسم بالله العظيم اجل ما تمشي ما تمشي قبلي اصبر ابلع طحت طيب انت وترتني يعني ابغى اوصل قبلك 10 من 11 انا الحين 10 من 11 تعال 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 وش شوف لا الله القم القم اصلا كم الحين 11 انت؟ انا 11 ايه اوكي طيب هذه شلون؟ ثلاثة عجرة اخيرا حتى من قوة ذا قد عجرة اجوبك اوكي اللي بعدها خمسة عجرة مرة ترى تطلع لي صفر ترى لا 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 تفلها لا عاد الحين يعني اشفين اشفين لا
لا ما رحت لي حافة. لا تروح الحافة. اي كف كف لا نكفى. صعبة صعبة ذي صعبة. يا رب لا القم رقم نزل القم. والله رقيت ونزلت. وش سالفة خيرا يا رجل رقيت الدرع مرة. ها مش جاك مش جاك مش جاك. طالع فيني طالع فيني طالع فيني. والله لا 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 حتى انت مت. لا انا فزت يا بوي. الحين 12 اصبر يا قبل. ايش قاعد تسوي انت كم 12 13 انا 18. لا لا فلت ام عاد هد اللعب شوي. اتوقع 13 اتوقع 13. اوكي طيب اصبر اصبر. القم القم. لا لا اوه والله بتطيح. القم والله يفشلني. تدري ما روح ما وصلت لها بعد بالله اقسم بالله. اي ما روح ما توصل ما توصل عندك. القم بس سويت حركه. شوف الحين كم بيطلع لي. تو طلع لي صفر سويته قبل ما تجي. اني عارف حظي يعني. انت غشاش يعني. والله شوف يعني نص نص. لا بس هذا يعني ما اني في مكاني الويجي وهذا الحركات ما ادري يعني في مدينتي. شفت كل شوي بيطلع لي صفر قطعة من الحالة. القم اصلا يوه ايزي ريا ايزي. ما ابي القم بعد. والله خلصنا كثير. اتوقع بنخلص بعد شوي. اوه لا تقول لي هذه كناية. ريان انت كم 13؟ با 21. ايه ان شاء الله بكره في الليل مين ماوي اخيرا. والله لا اروح قبلك. ايه يلا اسمح لك. اما بيعيب الكات مخفية. طيب طيب كذا المفروض اني اشوفك يعني بس كذا عرفتها عرفتها. ايزي 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 ايزي. ليش تلحق؟ ليه؟ يسكن الحمار اللي ما ودي اسب. يا الله ايش فيه؟ يبغى يطيحني. والله لا اصبر. لا اصبر. وش؟ يا اخي ليش يطلع لي صفر يا اخي؟ ايش الحاله؟ هذه حاله. لا لا واو جبتها جبتها. ايش فيه؟ 14 ولا 15 الحين؟ ترى ضيعت انا. انا اتوقع اني 15 لا ايش درك. لا حتى لو اجيب الاول كل الباقيات ما راح افوز يعني. ايزي ريان اصلا عودي اصلا عودي. القم خلاص. طيب طيب اصبر شوف اللي طالع لي. كم طالع لي؟ ستة. طالع لي ستة؟ ايه هذه اللي بعدها. يلا سبعة ثمانية. تدري اللي قبله طالع لي صفر. اي قلت شات. اقول لك قلت شات. يلا هذه كم؟ هذه صفر. انا عندي انا تسعة. انا تسعة قصدي. اي انت تسعة. ما راح افوز انا خلاص. يلا سرع. اح لو وش ذا الليفل؟ واو يا ربعي. وك سويتها رون. يعني كنت 14 15 16 16 18 انا بيان بس كم الحين 16 انت؟ يمديك ترى تسوي بهذه لا اليمين ويسار. انا ما اخذت ما اخذت ما اعطيتك في بوكس بس انه شفت اختصارات. اوكي يا رب اخر واحده الحمد لله. ستة ايش تبي خلاص ما ادري. الله جي 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 ايزي ريان فولو مي. ثلاثة اصبر فوز عليك. هاي ثلاثة وات ثلاثة عشرة عشرة كذابة. القم 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 ريان القم. ايزي ريان يسكن الحمار. ايزي ما بعض. ايش فيك فاتح فمك طول الوقت انت؟ والله يشوف. يلا واحد اثنين ثلاثة. ها 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 هل 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 عموما مساكم مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع يجيبكم. صراحه حاولت فريان انه يفوز بس سبحان الله سكن حمار يعني. وشو اعطيتك الليفلات كثير خل عنك بس انا شوف في ليفلات مشيت قبلك ما اقول لا بس انه يمكن ثلاثة او اربعة لو حتى لو تفوز فيها انت فايز يعني. القم عموما مساكم مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع يجيبكم. لا تنسون لايك اشتراك وكود شوف يسل. الله يسعدكم جميعا. كود الماء في الديسكربشن وقناه ريان في الديسكربشن. يعطيكم العافيه على المشاهده. نشوفكم على خير.